غادي نفتح قوس باش نقول سيد رئيس حكومه في الملف ديال التعليم. انا ماكش غادي نهضر فيه، ولكن نقول لك سيد رئيس حكومه، راه التلاميذ ما تيقراوش في المغاربه وفي غزه. غزه لان فيها الحرب، هذه مناسبه باش نستنكروا العدوان الصهيوني على اخواننا في غزه. والمساله الثانيه في المغرب، اش بغاو هاد الاساسيه؟ بغاوك تسحب النظام الاساسي، كون سحبتيه كون الامور مشات مزيان. المساله الثانيه سيد رئيس حكومه، مادام انكم مشيتوا كترجعوا النظام الاساسي، دخلوا القضيه ديال 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 التعويض على المناطق النائيه الصعبه في النظام الاساسي باش تشجعوا التعليم بالمناطق القرويه والصعبه. المساله الثانيه السيد رئيس حكومه، صحيح زدتي لرجال التعليم 1500 درهم وهذا مزيان مهم، وغادي باقي كنسالوك 1000 درهم، وعدتي 2500 ديال الدرهم، نتمنوا على انك ان شاء الله على انكم تكملوا يعني الامور ديالكم، لان 2500 درهم وكنعتقد عندكم تخفيض ضريبي ربما تمشيو فيها. ثانيا هاد الزياده في الاجور، لو كانت السيد رئيس حكومه خرجت مع المرسوم ما كنعتقد ان كنا غنطيحوا في هذا الشيء. الناس حتى خرجوا غوتوا تداروا الاضرابات، عاد بيتي لهم المطالب ديالهم، وهذوك اللي كيديروا الاضراب راهم ولادنا، راهم خوتكم، ماشي عدميين ولا ما عرفتش منين جايين. واليوم راه كاين الاضراب، نسبه النجاح ديالو فوق 90%. خاصنا نقلبوا على حلول. ما عجبكوش كلامنا؟ السيد المستشار اكمل بدون توجيه القضية الثانية السيد رئيس حكومة، قضية ديال البطالة، البطالة 13.500 صفحة القراوي أكثر بكثير. شنو هي حصيلة الشباب القراوي؟ برنامج فرصة، برنامج أوراش. شكرا. برنامج انطلاقة. شكرا سيد المستشار. ما كيقبلوش الناس يسمعوا الكلام. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.